خويا الانواع ديال الحوت كاين كروفيت، كاين سول، كاين تشوبيتو، كاين رايا، كاين كوكروش، في شي انواع على ثلاثه، كاين روجي غروندير، كاين مرنوسا، كاين باسامان، كالامان، كاين الميرلا رقيقه، كاين غليظه، كاين الفوميرلو. هي بالنسبه ديال وجده على حسب ترونسبور، بحال الصندوق بحال الكروفيت مثلا كيتشرى في المرسى كيدير 120 110 وزائدا هو اولا قليل، الاثمنه راها كاينه في بلاصتها، كاين الاثمنه راها في بلاصتها، ماشي حنا في حياتي عندي 25 سنه ديال الحوت عمري وعمري ما بعته ب 100 درهم هذا، و100 درهم انا شاريه ب 100 وكنعطيه للمواطن 100 درهم ما كنربحوش فيه هذا، هذا دار 100 تخشيني على الحوت، الحوت راه يجينا راني نقول لك غالي، عندنا هذه المنطقه الشرقيه الحوت ما فيهاش، منين وصل الكرمان 20000 الكيلو، ميرلا 10000 الكيلو، السول 10000 فرك الكيلو، ها هذا راه منكر، يجيك المسكين يجبد لك 1000 فرك ويقول لك، يجي المسكين ويجبد 1000 فرك ويقول لك اعطيها لي حوت، والله الا حنا نغرقوا نحشموا، الكروفيت 12000 فرك الكيلو، ها المرنوسة 6000، احنا ما عرفناش واش من قلة الحوت، واش ما الحوت ما راهش يوصلنا هنايا، الكثرة هذا رمضان، الكثرة هذا رمضان، واه كثرة رمضان رمضان عمرنا فرحنا زعما في شي حاجة اللي رخيصة، كيما الحوت غالي، واه الراية الراية هي التالية وصلت راني نقول 5000 الكيلو، 5000 6000، اسمع الحوادة واش راهم يقولوا، راهم يقول لك 70000 للصندوق، واه هذا الشيء راه حنا ما عرفناش، وحنا في واحد المرجة راه حنا فيها ماشي منقية، إيوا اش غادي نقول لك؟ الحوت عندنا غالي، لا كان شي مراقبين ولا داك الشيء يجوا يشوفوا كيفاش الدعوة راها دايرة، ما راها الدعوة ما تعجب، منين يوصل الكلاماني يوصل 20000 فرك، الميرلا 10000 9000، ها؟ الكروفيت 12000 فرك. القدرة الشرائية راها قليلة، واش الراجل كيشوف يصب الحوت ب 10000 15000، واش غادي يدي؟ ما يشريش، ما يشريش، الآن شوف السوق مازال الحوت باقي مكركر ها. والعصر راه قريب يودن. فوق بغينا احنا غادي نبيعوا هذا الشيء هذا. ايوا الحوت غالي، تسولوا لي على الحوت، الحوت غالي. الحوت بلا المسكين هذا في البلاد ديالنا عمره ما ياكل على الحوت، عمره ما ياكل الحوت، الحوت ديالنا ولكن عمره ما ناكله لانه من الغلا. انا دائما كنستعمل الحوت، دائما نشري الحوت. ولكن هذا العام غالي بزاف. العام سورة سيدنا رمضان الحوت غالي بزاف. ما عندنا ما نديرو. لا اله الا محمد رسول الله. شهر سيدنا رمضان الغلا كيكون ماشي غير في الحوت، كيكون في كل الحوايج. الحوت بالنسبة ليه كيكون عليه الطلب بزاف والعرض كيكون قليل وبيع وشريه كيكثروا فيه عاوتاني الور هنا الزيادة بحال دابا حنا الصندوق تاع الميرلا كنا نشريوه ب 70000 دوك راه يدير 140 150000 تقريبا نص بالنص فهمتي كيفاش هذا غير يعني مثال الحوت بالعربية يجي قليل بزاف لمدينة وجدة والحواتة بزاف وكتكون ديك الدلاله حنا بكري الدلاله كنا كنزيدو بالدرهم دابا الدلاله كتزاد بالعشرة الاف هذا هو المشكل اللي راه واقع في الحوت والخير في البلاد موجود ولكن